اذا اهلا وسهلا بكم متتبعي قناة شوف تي في. اليوم حنا هنا في مدينة مراكش مع الاخ عبد الكريم اللي دار هذا المشروع هذا من بعد ما عانى مع البطالة ومن بعد ما ما لقاش خدمة وما لقاش اليد اللي تمد ليه كما كنقولوا حنا يد المساعدة. فكر بانه يدير هذا المشروع هذا ويعول على راسه ينقذ راسو من كما قال هو نقذ راسي انا من الفقر. كما كتشوفوا انه دار هذا المشروع هذا صغير، الحلم ديالو انه هذا المشروع هذا يزيد للقدام ويكبر ويعاونوا الناس. سي عبد الكريم ممكن تهبط عندي، غير خلي هذاك تماك وهبط عندي، غير خليه تماك ماشي مشكل. صافي وقف غير هنايا خويا عبد الكريم، هدوز هاد الطوموبيل. ماشي مشكل غير ممكن تهز داك الميكرو واحد شويه اخويا عبد الكريم هاكاك ماشي مشكل. سي عبد الكريم ممكن تقول لنا كيفاش جاتك ان جاتك هذه الفكره هذه انك دير هذا المشروع هذا وتبدا خدام فيه؟ اولا السلام عليكم وتحيه لجميع الناس اللي تشوفونا حتى اللي تعرفوا عبد الكريم ساقول او اللي ما تعرفوش اللي غادي تشوفوا اول مره. الفكره اخويا جاتني في شنو نقول لك البدايه ديال كورونا، ملي الانسان كلشي قاعد كلشي مأزمة عليه بدينا تشوفوا الفيديوهات حتى يكون الانسان قاعد في الدار كيتفرج في الفيديوهات بزاف، فطلعوا لي هاد الفيديوهات تاول الزعزع الفيديو. شفت الناس بزاف استعملوا وجربوا التجربه هذه ديال هذا المشروع اللي هو بسيط ولكن فيه واحد الشغف فيه واحد الحب. قلت علاش لا، شفت الناس داروا في كازا في اكادير، قال لي مراكش ما كاينش، قلت علاش لا نديروا حتى حنا التجربه هذه نكونوا من الاوائل اللي داروا في مراكش ان شاء الله. يعني وهاد هاد الفكره هادي فاش بديتيها، واش شنو الصعوبات اللي لقيتي فيها؟ هو طبيعه الحاجه اللي بغيتي تبداها وبغيتي ديرها خصك ديرها اول حاجه بقناعه انك باغيها، باغي ديرها، باغي تمشي فيها. وبطبيعه الحال اي حاجه راه ضروره من الصعوبات، ولكن مع الاصرار ديالك ومع الحب ديالك لهاد الخدمه هادي وداكشي اللي بغيتي دير راه تيجي بالله تيسير. المده شحال تاع المده وانت كاين في هذا وانت خدام في هذا المجال؟ البدايه ديالي انا كانت الفكره عندي قبل من البدايه ديال 2021، ولكن ما تيسرش الامور حتى شهر 3 مارس، الاول ديال مارس في 2021 صافي من تما بديت. كاين البدايه كانت يعني كنشوفوا ان المحل ديالك جا في واحد الشارع اللي بسيط وما فيش كما قلتي انت ما فيش البراني وما فيش اللي الناس كيمشيو ويجيو فيه. واش ما فكرتش بانك خاف تفشل في هذا البروجي هذا وانت دايرو في هذه البلاصه هذه؟ واش نقول لك، داك التفكير من الفجر هو اللي تيخلينا بزاف المرات نتعطلوا في حياتنا. كنت انا قاعد بزاف حيت انا بحكم كما تشوف الحاله سميتو كنت مريح بزاف في حياتي، ما كنتش كنخدم بزاف، اغلبيه راحه. وفكرت في هذا الموضوع، فكرت فيه مرارا وتكرارا بزاف المرات، قلت علاش الانسان يتوكل على الله. يعني توكلتي على الله توكل على الله، وداكشي اللي كان خير يجيب على الله داكشي اللي كاين. وبالنسبه للحانوت انا دابا كنخدم في الحانوت بحال هكا بنهار تكون الشمس وداكشي، وبعض المرات تنخرج على حسب حيت تيبقى شويه العوين تيكون داكشي صعيب راك عارف الكروسه وعايز نحول. تنخرج لواحد الشارع هنايا نطريح وتنحط الكروسه تما في العشيه. يعني شفنا 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 البهجاوي الفنان، شنو السر تاع هاد السميه هادي تاع البهجاوي الفنان؟ كيف قلت لك فاش الناس اللي خدموا في هذا المشروع هذا كل واحد تيدير شي سميه وكل واحد تيدير شي حاجه خاصه به. انا بديت درت عند ساقول البهجاوي الفنان درتها حيت اول حاجه ساقول السميه ديالي
كاين حاجه البيجا والفنان انا المراكشي وراك عارف المراكشي. شنو كتنتظر انت من هذا المشروع هذا؟ واش نقول لك اول حاجه حنايا عايشين به دابا ومستقبلا نتمنى والله خير نتمنى هذا التعب اللي كنتعبوا لان فيه التعب بزاف فيه مصاريف ونتمنى والله باش تفكر انك تزيد تروجو وتزيد 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 حوايج اخرين في هذا المشروع هذا؟ والله ما نكذبش عليك صراحه انا هذه الفكره من شحال هذا اي واحد راه تيطمح لاحسن ما يمكنش انك تبقى غير في بلاصتك دابا حنا هنايا ونتمنى والله خير. كلمة أخيرة ديالك والناس اللي بالنسبة للناس اللي كما قلتي نتايا كيخافوا من يفشل لهم مشروع كيخافوا من كيقول لك لا راه نقدر ما ننجحش شنو الرسالة اللي تبغي توصل لهم وشنو الكلمة اللي تبغي تقول لهم من هذا مباشرة؟ واحد النصيحة والتواضع الإنساني بسيط ماشي أنا في مستوى ديال النصائح المهم الحياة تجارب والحياة مدرسة يعني أي حاجة بغيتي ديرها في حياتك تحط لك في بالك رشقاتك ديرها شوف على الله الانسان ما يعجز ما يبقاش يشوف الفشل قدامه او لا العقبات كما كنقولوا يدير واحد الهدف في حياته انه بغى ينجح في هذاك الميدان ان شاء الله يشوف فيه. بالنسبه للناس في لي كومونتير هنا كيسولوا اش من بلاصه انت كاينه سي عبد الكريم؟ انا هنا في حي فخاره النخيل الجنوبي كاين في مدينة مراكش بطبيعة الحال كاين في قرب عين الطير اللي تعرف عين الطير وقشيش بالدباغ وثاني من هاد الجهة كاين يوسف بن علي راه معروف الناس اللي في مراكش راه عارفين. واش 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 هاد لي برودوي هادو اللي كتخدم بهم واش ما كيخسروش ليك ما كتعانيش من هاد حيت ما كتبيعش كما قلتي ما كتبيعش بواحد الكميه اللي كثيره يعني هاد لي برودوي باش كتخدم واش ما كتخافش بانهم يبقاو لك كما كنقولوا حنا يبقاو لك في راسك؟ بطبيعه الحال اي حاجه راه عندها المده الصلاحيه ديالها بالخصوص هاد الشيء ديال هاد المواد ديال اللي كنصيبو لا اللان ولا هربل الانسان تيدير على حسب الامكانيات وعلى حسب مع دابا الخدمه يوميا تتعرف كل نهار الاستهلاك ديالو تمشي على القد ديالك اما الا درتي حاجه زايده راه طبيعه الحال هذا تخسر. كلمه اخيره ديالك السي عبد الكريم للجمهور اللي كيشوف. اول بدا حاجه تنشكركم تنشكر قناه شوف تي في على هذه الفاتوره هذه وتنشكرهم بزاف جاو شرفونا وجاو انهم يدوزونا عندهم. وثاني حاجه تشكر اي واحد شافنا اي واحد قال فينا كلمه زينه او خايبه مرحبا وتنتمنى على الله تكون ولو قدوه ديال شي ناس اللي تيكونوا كما قلتي متأمين او لا عندهم محدوديه لا من الداخل. على ذكر على ذكر انك قدوه انت كدير فيديوهات تحفيزيه للناس باش يشوفوك في يوتيوب باش انك تشجعهم يزيدوا لقدام ما يبقاوش جالسين كيتسناو الخدمه ويتسناو الخلصه بالشهر كما قلتي انت ديك الساعه في الدردشه. بصح طبيعه الحال حيت الانسان دابا ضروري خصو واحد التشجيع حنا كنا كنعرفوا ان الخدمه راه مزيانه وان القرايه مزيانه وكذا ولكن دائما تيخصنا اللي يشجعنا واللي يدفع لينا واول مشجع واول واحد اللي تيدفع الشخص هو راسو الا ما كانش عندك هذاك الدافع انت اولا راه واخا ينصحك اللي ينصحك ما غاديش تمشي بعيد ولا ما غاديش تحرك اهم حاجه هو تكون عندك اراده وتحرك وتحاول دير الحاجه اللي بغيتيها اللي بغاها خطر الحاجه اللي بغيتيها وحبيتيها وعطيتيها راه ان شاء الله تيسر لك كامل. شكرا لك السي عبد الكريم. اذا مشاهدينا الكرام كما شفتوا عبد الكريم اللي بدا كما قال لك من الزيرو وغادي دقه وما تتسناش انه يجي شي واحد ويعطيه ولا يتسنى يخدم شي حاجه بلا دار مشروع ديالو وقال لك غادي يبقى معاه دقه حتى يكبر. اذا مشاهدينا الكرام كنضربوا لكم موعد في مباشر اخر والى اللقاء.